اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه تايمز اوف دوكس. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن سؤال سالته كذا مره الناس اللي بتتابع القناه، انت ليه ما بتضحكش في الفيديوهات وانت بتقدمها؟ طبعا انا برضو بتفرج على الفيديوهات بتاعتي قبل ما قبل ما اعرضها يعني وتتشاف وكده والناس تشوفها يعني. انا برضو كنت بسال نفسي انت ليه ما بتضحكش. يعني هو بصراحه السؤال مش عندكم بس، السؤال عندنا كمان، انت ليه ما بتضحكش وانت بتعمل؟ هو حاولت ان انا اشوف لنفسي مبرر، لكن اللي انا يعني لقيته هو ان انا اصلا مركز في الحاجه اللي انا عايز اوصلها لك، معلومه عايز اقولها لك، ف تبقى حته ان انا اضحك دي كانت بالنسبه لي مش في بالي اساسا عشان ان انا اضحك، او مفيش حاجه تضحك في الفيديو ان انا اضحك عليها، فعشان كده ما كانش سهل انك تلاقي وشي مبتسم كده في الفيديو وبضحك والكلام ده. بس انا اصلا يعني انا في طبعي النزار والضحك والكلام ده وكده، انا بحب الضحك جدا وبحب الهزار، مانيش شخصيتي حاده قوي ولا جد قوي قوي، يعني خير الامور الوسط، انا في المعقول يعني جايب كده وكده. هحكي لكم بعض مواقف كده يعني طريفه كانت مرت عليا في موضوع تربيه الكلاب. يمكن اقول لكم النهارده حقيقه غريبه شويه، انا اصلا بخاف من الكلاب. يعني انا من البدايه خالص انا كانت عندي عقده من الكلاب دي وكنت بخاف منها جدا. حته ان انا اشوف كلب لولو موجود في شارع ما عديش منه ابدا، يعني مستحيل، يعني مش كلب حتى جيرمان او كلب لو بلدي حتى مش هعدي من الشارع ده. فكان دايما اصحابي يقولوا لي انت بتخاف من الكلاب قوي والموضوع ده عندك مرض. حاولت ان انا اكسر الخوف، فقررت ان انا اشوف حل الحكايه دي، فقررت ان انا اربي كلب على اساس ان انا اكسر حاجز الخوف ده. والحقيقه جاب فعلا معايا نتيجه كويسه جدا، وتقريبا الحكايه اتطورت بالنسبه لي بنسبه يعني ما تقرب من 90% يعني من حته خوفي من الكلاب. لكن انا يعني الكلاب الغريبه اللي هي مش بتاعتي انا ممكن اخاف منها برضو، بتبقى عندي نسبه خوف منها، لكن انا لو معايا كلب خاص بيا ورايح بشايف كلب غريب وانا الكلب الخاص بيا ده معايا، ما اخافش خالص من الكلاب، لان انا عارف ان هما الاثنين هما هيواجهوا بعض لو حصلت اي مشكله. لكن بالنسبه لي انا لو ما فيش معايا كلب ورحت عند حد هو عنده كلب كبير وكلب فيه شراسه، اكيد انا هخاف ان انا اقرب منه الحقيقه، يعني دي مشكله نفسيه عندي. حته ان انت تعالج مشكلتك من الخوف دي مش حته سهله، الموضوع مش بيجي مرة واحدة، هو برضو تدريجيا كده. من ضمن المواقف اللي انا عدت عليا كان فيها خوف من الكلاب، كنت في يوم رايح زيارة لواحد زميلي يعني، وكان عنده كلب هو مربيه تحت البيت وهو ما قاليش ان الكلب ده موجود في المدخل، وبعدين هو كان المدخل عندهم ضلمة، فاتصل بيا وقال لي تعالى، هو عارف ان انا اصلا بخاف من الكلاب، وكان عامل بقى طبعا والنية صافية ان مفيش اي كلب عنده ولا اي حاجة، عشان انا متعود ان صاحبي ده اصلا ما عندوش كلاب وما بيربيش كلاب اساسا. رحت بقى وقفت تحت البيت، يا احمد يا احمد، واسمع كل شوية يا جدعان الصوت ده جاي من ايه، احمد يا جدعان في ايه، الصوت ده جاي من ايه، وبدأت اقلق كل شوية اتوتر، فخفت بقى في حاجة غلط هنا بتحصل عنده في البيت، أكيد في حاجة هنا مدرية أنا مش شايفها، بير السلم عنده ضلمة وكان في كلب مربوط جوه أصلا هو جايبه وعمله لي كمين وأنا مش واخد بالي خالص إن في أساسا كلب موجود جوه. فأما بدأت أقلق بقى قلت بقى بقول لك إيه بقى، ما تناديش وأنت جوه بقى، اطلع بره ونادي وأنت بره، عشان لو هو إيه كده هيهب ولا هيطلع لو طلع سايب أو بتاع ما يجيش عليك. فوقفت بره، يا احمد يا احمد، راح جاي احمد بره، قلت له يا عم انت جايب كلب ولا ايه؟ قال لي اه ده كلب. ايه يا عم ده كلب تعبان خالص. تعبان ايه يا عم ده كان بيزوم عليا دلوقتي. قال لا يا عم ده تعبان ما تقلقش مش هيعمل لك حاجه. قلت له طب يا عم انزل بس لحسن يسيبه ولا حاجه يعورني. فنزل جه طلع الكلب قال لي تعالى تعالى ما تخافش طبطب عليه ما تخافش الكلب ده ما بيعملش حاجه طبطب طب. قلت له ماشي، قربت منه وانا مقلق بس يعني طبطبت عليه لقيت الكلب هادي وزي الفل ومفيش اي مشكله خالص. قلت طب تمام تعال اقول لك انا هاخده وامشي بيه انا في ايدي يا احمد. ماشي قال لي خلاص ماشي خد الكلب معاك وامشي انت. خدت الكلب في ايدي وكنت فرحان بقى، وكان
كده بقى, ما بربيش كلاب وبخاف منها, وفي ايدي كلب كبير وماشي جنبه ومش خايف. فكانت بالنسبة لي بصراحة يعني حاجة رهيبة. خدت الكلب ومشيت, وبدأ هو يشد سلسلة جامد وهو ماشي. فأنا حسيت بصراحة إن هو شدته جامدة, فقلت ما أسيبه يجري أحسن بدل ما يقعد يجرجرني وراه كده, سيبه يمشي وهو يلف كده كده وهيجي معانا. أسيبه أحمد؟ قال لي سيبه أحمد. رحت سايب الكلب. الكلب مشي قدامي وبدأ يلف يمين وشمال وبتاع وكده ويدور حوالينا كده. وبعدين وإحنا ماشيين كنا عدينا بقى إيه صف بيوت كده, كان ناس مربية فراخ وكتاكيت وبتاع, وإحنا عدينا من قدامها. وبعدين الكلب بقى كان بعد عننا حوالي كده ايه 5 6 متر, فتضير لقى ايه ورانا الفراخ دي. فهو عينه على الفراخ وانا شايف في وشه ان هو جاي لي, انا لقيت ودانه واقفه وعينه مبرقه وباين عليه ان هو ايه فاق. بعد ما كان ماشي جنبي طيب لقيت الحكايه اتقلبت خالص. الكلب جه جري طياره, انا شفت المنظر وشكل وشه وقلت بس ده جاي ياكلني. اجري يا عم محمد. فضلت اجري على اخري بقى وانا عمال ابص ورايا وكل شويه اشوف المسافه بيني وبينه بقت قد ايه, هو خلاص قرب هيمسك رجلي ولا لسه المسافه بعيد. وبقيت اجري والكلب يقرب مني وانا كل شويه اتضاير ابص ورايا, الاقي المسافه بتقرب اجري على اخري واتضاير ابص ورايا. وانا بتضاير ابص ورايا كانت في ارض بقى ايه مزروعه رز وطينه وميه وزي النيله, وجيت رحت جاي وانا مش واخد بالي وببص على الكلب, وقمت داخل في الطين ونازل واقع في الطين. الكلب طلع نظيف ومرضاش ان هو ينزل ورايا, سابني نزلت انا في الطين. فواحد من الناس اللي واقفين في الشارع كانوا شايفين طبعا المنظر, فجه جري عليا, تعالى يا ابني معلش ايه اللي حصل لك؟ قلت له والله بص الكلب كان بيجري ورايا كان هيعضني, بس الحمد لله ربنا ستر كويس ان انا سليم والنضاره بتاعتي وقعت في الطين انا مش عارف اشوف. قال لي هات النضاره واحنا ايه هننضفها لك. الناس بصراحه قامت بالواجب يعني, وخدت دش على ترومبه والحمد لله يعني عدت الحكايه يعني بفضل ربنا من غير اصابات. وقررت ان انا ما اروحش زياره ابدا لصاحبي تاني اللي هو اللي انا رحت له ده بعد الموقف اللي عمله فيا ده, لان انا بصراحه قعدت متعقد من الكلاب وقت طويل. فالحمد لله انها جت على قد كده. قررت ان انا طبعا بقى اقضي على الخوف بتاعي وكده, فقلت بقى هشتري كلب وابدا ان انا اربيه من صغره واحاول ان انا اعمل لنفسي كده ايه زي كنترول كده على الخوف بتاعي علشان ما حدش يحطني في موقف زي كده. وبدات الحكايه تتطور بقى بالتدريج لحد ما الحمد لله يعني ربنا كرمه وبقينا بندرب كلاب وبنطلع زي ما احنا شايفين. يا رب تكون عجبتكم الحكايه النهارده, واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.